حالياً، سينماتيك يدخل كواليس الموسم الخامس من سلسلة الوثائقي رجال عبد العزيز. لابد يكون البرنامج الأول المتابع في المملكة العربية السعودية. ماذا حدث خلف الكواليس بين حلا الترك وساندرا ابنة معتصم النهار؟ الفرصة بتيجي بس مرة واحدة. مساء الخير، من قلب استوديو سينماتيك رجعنا لكم بحلقات وموسم جديد. أنا زين المسعود، راح أكون معاكم أسبوعياً من استوديوهاتنا في المملكة لأنقل لكم آخر الأخبار السينمائية العربية والعالمية، وبكون معاكم بقلب الكواليس وأكشف لكم أسرار نجومها وتحضيراتهم، تماماً مثل أول أخبارنا بحلقة الليلة، وهي دخولنا لكواليس البرنامج الأقرب للجمهور السعودي والعربي رجال عبد العزيز، اللي شهدنا على عرض 4 مواسم ناجحة منه تعرف فيها الوطن العربي والجيل الجديد عن كواليس وأسرار خاصة عن عصر المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله والشخصيات التاريخية اللي شاركت في تأسيس المملكة العربية السعودية. وسينماتيك يكشف لكم تفاصيل الجزء الخامس منه. أنا أشوف أنه من أقوى ومن أهم البرامج تتحدث عن الوطن والدولة طال عمرك. لابد يكون البرنامج الأول المتابع في المملكة العربية السعودية، لأنه يمثل حقبة رجال عبد العزيز، وبالنسبة للسعوديين تعتبر شيء كبير طبعا. فالتأثير والنجاح الكبير اللي حققه برنامج رجال عبد العزيز على صعيد المملكة والوطن العربي مكمل برحلته المميزة للموسم الخامس على التوالي من خلال سلسلة وثائقية بترصد حكايات عميقة وتفاصيل دقيقة عن رجالات الملك المؤسس وكيف ساهموا معه بتوحيد المملكة العربية السعودية. كثير ما يعرف هذه المعلومات، وخصوصا سيب الناس اللي يمكن من جيلنا النشأ زي ما حضرتك تفضلتي الجديد، فتأثير السوشيال ميديا وبرامج مثل هذه وبرنامج مثل رجال عبد العزيز أن يوصل ما قدم الرجال المخلصين الملك عبد العزيز في توحيد هذه المملكة. واستمرارية نجاح كل موسم من مواسم برنامج رجال عبد العزيز ما جت من عبث، بل اعتمدت بشكل كبير على التنوع الدرامي والمشهدي بين حلقة وحلقة. ردود الفعل كانت كويسة جدا، مش دايما الناس تحب تتفرج على الفورمات بتاع الدوكيومنتريز، فكان هدف من الأهداف ان يحصل شوية تنوع في كل حلقة، كان يعني فيها تطوير كبير ما بين الموسم الأخير والمواسم اللي قبليها، فشوية إيقاع الحلقة مش ممل، ما فيهوش رتابة. طبعا كنا حريصين جدا ان الممثلين كل الكاست يكونوا سعوديين بيتقنوا اللهجة السعودية. الشخصيات اللي بنتكلم عنها كلها شخصيات عندها ثقل يعني في الأقسام المختلفة، سواء كان ناس سياسيين اقتصاديين ناس رجال حرب او كده، فكان ده واحدة من اهم واكبر التحديات في البرنامج يعني. فبالنسبة لهاني ناظر، وبعد مشاركته بالموسم الاول رجع وشارك بالموسم الخامس، بس مو بشخصية واحدة ولكن بشخصيتين ذات أهمية كبيرة بتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية. الشيخ عبد الوهاب البيطار، وهو الذي كلفه الملك عبد العزيز في إنشاء المعهد العلمي السعودي، وساهم بتخريج أول دفعة سعودية من المعهد. الشخصية اللي هو السفير محمد العبيكان، هذا شيء من الشخصية، سفير في اليمن ولبنان، فكلفه الملك عبد العزيز بإيصال رسالة للطلاب مبتعثين سعوديين، وأهمية أنه أنتم الشجرة المثمرة ينعم بالاستظلال بكم غدا كل من يعني يلتقي بثمار هذه الشجرة وافرة الظلال. والمهمة ما كانت أسهل لمحيي القحطاني اللي يلعب 3 شخصيات بالموسم الخامس من برنامج رجال عبد العزيز: شخصية الأمير فهد العقيلي، شخصية صالح بن سعد، وشخصية المهندس مهند. شخصية الأمير فهد العقيلي صراحة أنا قرأت عنها قبل أدائها، لأنه كان طبعا أمير المذنب في فترة الملك عبد العزيز الله يرحمه. طبعا اللي كنت أعرف أنه ما شاء الله كان شخصية جدا يحاول أنه يكون قريب جدا من الناس. وضخامة إنتاج برنامج رجال عبد العزيز كانت تمثلت أيضا بالمواقع التصويرية، وبالأخص بناء الديكورات التاريخية المناسبة لهالحقبة، علشان كذا تم التصوير بين مصر والمملكة العربية السعودية وبمواقع تاريخية وفي قصر المربع وغيره. كل ما هو كان
صعب انه يتصور في السعوديه بحكم ان الشيء ده ما كانش موجود او مش موجود في الوضع الحالي. احنا عدنا بناه ومحاكاته بشكل كبير يعني، سواء اجتماعات، مؤتمرات، المكاتب. وكون برنامج رجال عبد العزيز تلفزيوني، هذا ما منعه من منافسة أكبر الإنتاجات السينمائية من حيث تنفيذه بأعلى معايير التقنية والجودة. أما محبي صناعة الأفلام بالمملكة فعاشوا أسبوع مليء بالحماس من خلال منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثانية، واللي فيه تجمع كل صناع الأفلام والمنتجين والموزعين والمستثمرين من المملكة العربية السعودية والعالم، بهدف عرض الفرص المستقبلية في عالم صناعة الأفلام. وسينماتيك كان حاضر كل أيام المنتدى. هي الأجواء اللي عاشوها عشاق السينما في السعودية والزوار من مختلف دول العالم العربي والعالم في منتدى الأفلام السعودي اللي انطلق بكلمة وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وبعدها جلسة افتتاحية مع الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أدارها الإعلامي فيصل عباس تحت عنوان الثقافة والأفلام والدبلوماسية الناعمة. هل السينما وحدها كافية لتصحيح المفاهيم الخاطئة؟ والله أعتقد يعني هذه مسؤولية بشرية للعالم كله أن يكون ما ينتج من أفلام يؤدي غرض خدمة البشر وبني الإنسان. لا شك أنه بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية أرجو أن نتعلم من ما سبقونا من تجارب في هذا المجال، والحق أمامنا كبير وواسع. هذه الجلسة اللي استمتع بها الحضور حضرها أيضاً النجم العالمي ويل سميث، اللي دخوله للمنتدى كان بترحيب كبير من كل الحضور، والكثير حرصوا أنهم يتواجدون بالجلسة اللي شارك فيها وأدارها الممثل حكيم جمعة حول وجهة نظر سميث بصناعة الأفلام ومستقبل السينما. Whenever I'm here, I'm always great. There's the energy and walking through here. It's cinema in Saudi. You know, I've devoted my life to cinema and the energy that is in the streets and talking to people. You know, we have the premiere here, so cinema is waking up in Saudi, and I am humbled and honored to be a part of it. وهالجلسة حرص إنه يحضرها العديد من السينمائيين والمنتجين السعوديين. الحديث اللي سواه ويل سميث مهم جدا، عجبتني كلمته لما قالوا له إيش توصي السعوديين كتاب مخرجين منتجين، قال لهم إنه يأخذ الموضوع بجدية، وهذا اللي إحنا نقوله، لازم كلنا نأخذ صناعة الفنون إنها راح تكون جزء من الناتج الوطني ونأخذها بجدية. ويبدو إن بعض الفنانين التقوا بعد الجلسة. جتني فرصة التقيت في ويل سميث وتبادلنا بعض الآراء الجميلة على كيف تسوق لفيلمك خارج المنطقة حقتك. يعني طبعا ما يحتاج هوليوود أشهر من أي شيء ثاني موجود حاليا، بس قال لنا شيء مفيد إنه مثلا في فيلمه باد بويز الأخير البست سيلينج كان بعد أمريكا السعودية، وقال من أهم الأشياء هذه إنه إحنا رحنا دخلنا في الكلتشر. حوارات مهمة زي هذه ما تلقاها في مكان آخر، فشكرا لهذا المكان يعني. وبهذا المكان اجتمع العديد من الفنانين السعوديين والعرب إلى جانب المنتجين والإعلاميين، وتبادلوا الخبرات وتحدثوا عن مستقبل هذه الصناعة. المنتدى هو شيء ضروري، وأنا شاكرة لكل القائمين طبعاً وزارة الثقافة، لأنه إحنا في أوائل إن إحنا نبني قطاع السينما وقطاع الأفلام والمواهب. المنتدى رائع صراحة، يعني للجلسات رائعة جداً ومتعوب عليها، وفي نفس الوقت على هامش المنتدى في كثير من الأفكار المشتركة بين الناس يناقشونها في كثير من الديل اللي قاعد يصير. لأنه قطاع جديد فالخيارات فيه كثيرة ومفتوحة، يعني اللي يبغى يدخل في الإخراج راح يعني يجد متسع كبير جدا، بيدخل في الكتابة، بيدخل في التصوير السينمائي، بيدخل في الصوت وتقنيات الصوت، وبيدخل في الجرافيكس و3D أنيميشن، أيضا الخدع السينمائية. فالقطاع قطاع واعد، اللي اليوم بيكون سباق راح نذكره خلال 5 بس و10 سنوات، ما يحتاج 20-30 سنة، راح نذكره وين كان وين صار. منتدى الأفلام السعودي
تجمع كبير جدا لصناع الأفلام اللي هو المخرجين المنتجين الممثلين أيا كان دورك في هذا القطاع، فأنت لك مكان في المنتدى، حتستفيد من المنتدى، حتستفيد من ورش العمل، منطقة الأعمال، كل الشركات اللي متواجدة هنا، نتوركينج جدا عالي، لابد أنك تخرج بفائدة. أعتقد أنه هذا واحد من أهم المعارض، أو بلاش نقول معارض، هو محتوى كامل يجمع جميع القطاع من شركات ومن صانعي أفلام ومن داعمين في مكان واحد، فأعتقد هذا مو بس يدعم السعودية، يدعم المنطقة. كنا نتطور حبة حبة بسيطة حتى يمكن 2018-19 يعني، وبالضبط بعد انطلاق رؤية سمو سيدي محمد بن سلمان في قفزات قوية ممتازة قاعدة تنعكس بشكل إيجابي لنا، قاعدة تأثر على السوق بشكل أكبر، وقاعدين نروح للأفضل إن شاء الله، متفائلين خير دائما، ونعرف إن الجاي أفضل وأقوى وأكبر. وهالتفاؤل يخلق عند المخرجين الشباب الرغبة بتقديم أفكارهم بأفلام. خلصت كتابة فيلم طويل، وعشان كذا جاي أشوف هنا من الشركات أو الجهات اللي ممكن أتعاون معها. أخرج قصة الحقيقية، درست أول شيء هندسة، بعدين طلعت للعلاج بسبب مرض نادر يواجه واحد كل 100 مليون شخص، فطلعت أتعالج صراحة رئتين مرتين وتعافيت من السرطان، وبعدين دخلت مجال الأفلام بعد ما درست وتخرجت، حتكون إن شاء الله عمل سعودي أمريكي. وهالأفلام تلاقي طريقها للسينمات السعودية وتقدر تحقق نتائج لافتة بالبوكس أوفيس السعودي. اليوم فخورين جدا أنه عندنا في التوب 10 أكثر من فيلم سعودي، كان هذا حلم يراودنا من عام 2018، كيف إن ندخل وننافس الأفلام العالمية في البوكس أوفيس أو في شباك التذاكر السعودي. أنا ما أتكلم عالميا، أتكلم شباك التذاكر السعودي. كان يعني الأرقام في البداية 2018-19-20 أرقام مخيفة جدا، ضعيفة جدا، أقل من 1%. خلال فترة بسيطة اليوم عندنا أكثر من فيلم ينافسون في التوب 10 دائما. وبعض هذه المشاريع بتكون بدعم من هيئة الأفلام السعودية. هيئة أتت لخدمتهم ولخدمة الفيلم السعودي، هذا هو وقت أصحاب القصص والمخرجين والمخرجات والكتاب من الجنسين وصانعي الأفلام بشكل عام، هذا اليوم يومكم، والعالم ينتظر هذه القصص، ونحن كسعوديين وسعوديات ننتظر هذه القصص. اليوم يومكم، الدعم متاح، هنالك أكثر من جهة حكومية تدعم، مواقع التصوير مبهرة، وصالات السينما تستقبل الفيلم السعودي أفضل من غيره، فنقول حياكم ونبغى نشوف أفلامكم إن شاء الله. بعد قليل، ماذا حدث خلف الكواليس بين حلا الترك وساندرا ابنة معتصم النهار؟ الفرصة بتيجي بس مرة واحدة. شكلي كده حبيت. أو أنت بتحبني بجد؟ أيوة. تتجوزيني؟ أنا فكرت وموافقة، بس بعد ما أحكي لك كل حاجة عني، يعني حاجات بقى اللي انت عمرك ما سمعتها. هذه بعض المقتطفات من تريلر فيلم عاشق لأسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم، اللي الجمهور حبب هالنوع من الأعمال الرومانسية، لكن هالمرة في رعب ودراما، والكثير من الجمهور شبه الفيلم بستايل فيلم الفيل الأزرق، وشافوا إن في مشاهد من التريلر تشبه بعض المشاهد من فيلم الفيل الأزرق. ولولا فلوس أبوها كان زمانها مرمية في السجن. وانت نايمة هنا ليه؟ لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوه. وحتى الفيلم المصري عنب اللي بدأ عرضه من اسبوع بالسينمات السعودية، اغلب الجمهور اللي دخله قال ان الفيلم بيعطي طابع انه مستوحى من فيلم اجنبي عرض سنة 2009 لزاك غاليفينكس، جاستن بارثا وبرادلي كوبر، بس الفرق ان النسخة العربية فيها 5 اشخاص بالعصابة. لكن ومثل ما شفتوا بالبرومو، بصمتنا العربية أقوى ولها جمهورها الخاص، وهذا اللي راهن عليه أيضا نجوم الفيلم. جزء كبير من SNL موجود في الفيلم، ورشا بروديوسر من الشخصيات اللي أنا يعني اتبسطت جدا إن أنا تعرفت عليها الصراحة، عوامل مساعدة كتير مسهلاها لينا في كل حاجة في الشغل الصراحة، الورق لطيف، الوقت
الوقت الكوميدي اللطيف، وفي نفس الوقت انت بتكرييت وبتشتغل في الفيلم وعلى المشاهد بتاعه الفيلم. والله تجربه جميله مبهجه، فيلم فكرته حلوه ودمه خفيف، وانا بشوف جمال الفن في بساطته، يعني الفيلم فيه بساطه، فيا رب يا رب يعجب الناس ودمنا يبقى خفيف على قلبهم. فكره انه يتعمل فيلم مجمع اصحاب عملوا كتير قوي مع بعض حاجات تمثيل وفي الحقيقة عموما، دي على ما اعتقد هتفيد الفيلم جامد. يعني الناس هتتبسط قوي بالكيمياء اللي موجوده بيني وبين ابطال الفيلم، لانه الحقيقه الناس كلهم لطف دمهم خفيف محبوبين، وان شاء الله يا رب يعجب الناس. لان الفيلم نفسه الاحداث بتاعته كلها مربوطه ببعض وفي وقت قصير، والناس دايما بتحب تشوف التريب اللي حصل ده، تحطه في التريب ده ازاي وهيطلعوا منه ازاي. الحاجات دي بتبقى كاتشي شوية مع الناس. وهذا العمل مو الوحيد اللي راح تشوفونه الآيتن هالفترة، وإنما قريباً حتفاجئ الكل بدور جديد. عندي عمل إن شاء الله مصري سعودي، فيلم سينما بيتكتب دلوقتي، الناس كلموني وأنا اديت لهم عليه موافقة مبدئية، لسه ما تحددش الكاست، يمكن أنا من أوائل الناس اللي هم كلموهم، وإن شاء الله تبقى فكرته حلوة وهتعجب الناس. وهالعمل السينمائي مو بالوحيد بأجندة آيتن، فهي أيضاً بتشارك بفيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر، وفاء عامر، محمد ثروت وغيره. محو أمنية لسه في نطاق التنفيذ دلوقتي. المفروض إنه الفيلم إن شاء الله نرجع نستأنف تصويره في الشتاء، هو إنتاج شركة بداية، إن شاء الله الفترة اللي جاية يبقى جاهز للعرض في أحسن صوره يا رب زي فيلم عنب كده. فيلم فكرته حلوة قوي، هو بيتكلم عن شخص بيتمنى حاجات وبيرجع بعد كده عايز يمحو أمنية منه، وبنشوف بقى بيقدر يعمل كده إزاي لأن أمنياته بتتحقق. أنا طالعة بنت مخطوبة لمصطفى خاطر، وحالة هالدور تشبه أيضا الحالة اللي تلعبها آيتن بفيلم عنب اللي يعرض حاليا، والجمهور شاف وش صار بسبب خطوبتها بإسلام إبراهيم. جودي شخصية لذيذة قوي، مخطوبة لإسلام إبراهيم، وبيصحوا من النوم بيلاقوا نفسهم فجأة اتجوزوا، وفجأة هو ما عندوش أي حاجة من أملاكه موجودة، فبيبتدوا يراجعوا أحداث ال 24 ساعة اللي فاتوا، وبيحاولوا بقى يرجعوا اللي راح ده بطريقة لذيذة في أحداث كتير وشخصيات كتير بتبقى حواليهم، صحابهم بيساعدوهم، هما بيساعدوا صحابهم، يعني موضوع كبير موضوع كبير. اتفضل افتح عربيتك. عربيتي أنا؟ وغير هالأفلام السينمائية الكل بانتظار يعرف تفاصيل عن مسلسل الحلنقي اللي انتشرت أخبار أنه راح يكون برمضان 2025، وراح تشارك في آيتن إلى جانب محمد رجب. ما مضتش لسه، أنا بس اديت لهم موافقة مبدئية، لأن ما ينفعش محمد رجب يكلمني يقولي عايزك معايا في المسلسل تبقي البطلة أقوله لأ. يعني أنا محمد عملت معاه نجاحات كتير وشنا حلو دايما على بعض، محمد من الشخصيات الجميلة اللي أنا بحبها قوي قوي قوي. ومع انتشار هالأخبار انحكى أنه المسلسل راح يشارك فيه 5 وجوه نسائية، ولكن آيتن هي البطلة الرئيسية، وهي بتعلق على الموضوع لأول مرة بسينماتي. أنا ما أعرفش حاجة بقى عن الموضوع ده خالص، أنا لسه ما قريتش الورق، وطبعا موافقتي مشروطة بالسكريبت. أنا ما بقيسش الدور بالشبر، أنا بقيس الدور بتأثيره في الحدث، إنه هو هيعجب الناس أو لا، ده المهم بالنسبة لي. سواء معايا 5 بقى معايا 10 مش دي مشكلة خالص. وأنا عملت مسلسل عنبر 6 كان فيه أكتر من 30 بطلة. ووسط كل هالانشغالات آيتن مستمرة بتقديم موهبتها الغنائية، وأصدرت هالصيف عدة أعمال، ولكنها سوقت كثيرا لأغنية بالناقص اللي كان قدمتها بعام 2022. الأغنية دي أنا بحبها قوي قوي قوي، أنا حاسة إن الأغنية دي اتظلمت، وناس كتير جدا يمكن ما يعرفوش إن أنا بقدر أغني النوع ده من الألحان، لأن اللحن ده صعب جدا، وفي ناس كتير كانوا بيقولوا لي آيتن أنتي على طول بتعملي أغاني خفيفة، آيتن أنتي ما تعرفيش تأدي للأغاني الخفيفة، فترويجي لأغنية بناقص كان علشان أقول للناس لا يا جماعة أنا بعرف أقول ألحان صعبة. وهالرد لآيتن ينفي الأقاويل اللي طلعت بأنها تحاول ترجع المياه لمجاريها مع زوجها محمد عز العرب اللي كان هو مدير التصوير لهذه الأغنية. أبداً 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 خالص مش مظبوط، اللي يربط يربط واللي يفك يفك، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، أنا ليه اللي أنا أقصده بس. وخلاف آيتن مع طليقها محمد عز العرب مو بالوحيد، فالكثار تابعوا تفاصيل رفعها دعوة على ريهام حجاج من 3 سنوات بسبب مسلسل وكل ما نفترق، واللي قيل بوقتها أن ريهام تدخلت لمسح أغلب مشاهد آيتن، والخلاف راجع ليتصدر الأخبار مؤخراً بعد تعليق إناس البيت طار محامية ريهام حجاج على صورة نشرتها آيتن بالقول عمرها آيتن عامر مكانة أمر بفلتر أو بدونه، وهذا اللي خلى آيتن ترد عليه. بالظبط، أنا ما عنديش مشكلة خالص في القصة دي، حضرتك محامية ومحامية الخصم،
ما ينفعش ابدا انك تطلعي تتنمري عليا على السوشيال ميديا. اصلا ما فيش يعني ربنا ما خلقش حد مش جميل، فانك تطلعي تقولي ان عمري ما شفت ايتن قمر لا بالفلتر ولا من غير الفلتر، لا انا اسفه، لا انا اسفه حضرتك غلط. بص انا اعتقد ان القضاء هيبقى ليه كلمته، ولكن انا ما اتعودش اسيب حقي، وانا ليا حق وواثقه ان هو هيرجع لي sooner or later هيرجع. على فكره الموضوع بقى له اكتر من 3 سنين تقريبا في المحاكم، وانا مش هكل ولا حمل لحد ما حقي يجي لي، وانا حقي جالي على فكره من ساعه الازمه، ومقتنعه جدا 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 ان انا خدت حقي ساعتها بجد تالت ومتالت. ولكن بما انكم رحتوا للقضاء وافتريتوا عليا، فانا من حقي ان انا دافع على نفسي لحد اخر نفس، وانا موجوده وانا وانتوا ويلا. اما حلا الترك فصورها الاكثر تداولا، والكل ياكد بانها بدات تشق طريقها الصح بين النجوم. كانت بميلان بإيفنت يضم الكثير من النجوم، من بينهم معتصم النهار، وقبلها التقت فيه ايضا باحد الايفنتات بدبي. وسينماتيك اكتشف وقتها ان حلا عندها علاقه قويه بعائله معتصم النهار. كذا كانت كواليس مقابلتنا مع حلا الترك، واللي اكتشفنا فيها العلاقة الحلوة اللي تربط حلا وساندرا ابنة معتصم النهار، اللي كان واضح خلال مقابلتنا مع حلا إن ساندرا واحدة من فانزاتها وحابة تتصور معها. لكن هالعلاقة أبداً مو غريبة، فحلا تمتلك فانز كثير من هالجيل اللي يحب أغانيها ومسرحياتها، وشجع وجودها بالسينما بعد النجاح اللي شافوه منها بفيلم سكر، واللي قريباً راح نشوف منه جزء ثاني. يعني أنا هلأ فيلم سكر في أكيد جزء ثاني، يعني هو أصلاً من أول مقرر يعني نكفي. وهالقرار مو بالوحيد اللي اتخذته حلا، ويبدو أن عالم التمثيل حيشهد على وجود ممثلة درامية جديدة، بس يبدو أن حلا تحاول تتكتم عن الموضوع. ما فيني أقول خلاص. لكن سينماتيك حب شوي يعرف تفاصيل عن هالدور من خلال معرفتنا ايش الدور اللي تفضل تقدمه للناس. صراحة أنا ما فكرت فيها، بس يعني أنه في نفس الوقت بقول لازم أغير، إذا أجتني فرصة أني أنا أروح مثلا دراما يعني حب في different types يعني depends on the story، أكيد أنا ما برفض الطلب، لأنه الفرصة بتيجيك بس مرة واحدة، يعني you never know. So I would go ahead of course وأجرب حالي أشوف أنا وين. ومو بس كذا، فحلا بأغنية أحلى قدرت تجمع بين حبها للغناء والفاشن، ففي كليب الأغنية تلعب دور مصممة أزياء صاعدة، وهذا شيء مو بعيد أبداً عن الحقيقة كما هو واضح من صفحاتها على السوشيال ميديا وجلساتها التصويرية. وحضورها أهم إيفنتات الموضة، فنحن في سينماتيك عرفنا أنه حلا حتى كرست من وقت إجازتها الصيفية لعالم الموضة. All good الحمد لله internship، هاي هي عم بشتغل بالفاشن طبعاً، في كتير أمور حلوة عم بعمل فوتوشوتس طبعاً، حلو للإيمج تبعي وللسوشيال ميديا يشوفوني بلوكات مختلفة. بعد قليل أنا كريم حبيب. كيف أثر ظافر العابدين بياسمين العبد؟ مشوق جداً ردت فعل الجمهور. أنا كريم عبد. هلا عبد الصبور. ده أتراكتف جداً. هم صبري obviously the executive producer، بس برضو ظافر مخرج، وأكيد he has so much experience في كل حاجة في المجال يعني، فإن احنا نشوف الاثنين دول بيشتغلوا مع بعض لا حاجة خطيرة، وتعلمت منهم حاجات كتيرة، لأن أنا أصلاً نفسي أخش يعني إخراج وكتابة وإنتاج، فلا إن أنا أتعلم منهم كده كام نبذة كده كانت حاجة لذيذة جداً. ويبدو أن تأثير ظافر العابدين ما توقف فقط على الممثلين بمسلسل البحث عن علا، فبعد عرض الموسم الثاني من العمل وظهور ظافر أو كريم مثل ما الجمهور يناديه الآن، والكل يحكي عن إبداعاته بالدور وبأنه قدر كالعادة يكسب الرهان على كل الأدوار إن كان سينما، دراما، مخرج أو ممثل. وعلشان نتكلم أكثر عن هذه المواضيع، ظافر العابدين هو نجم هالأسبوع في سينماتيك. طب ما تشاركنا؟ نعم. وبعدين انت فاكر ان انا انا علا ايوه يعني ممكن هنكون مثلا
هي علا يعني مجموعة أشياء، فأكيد أنه موجود، فأكيد أنه يعني بش يكون حضوره يقدم شيء مختلف للعلاقات اللي موجودة في العائلة ومع علا. شوق جدا ردة فعل الجمهور. وظافر كان سبق وعبر عن حماسه أكثر من مرة لكاميرا سينماتيك بمشاركته بالجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا وعن إعجابه بالجزء الأول. البحث عن علا يعني أنا شفت الموسم الأول، فيها خفة، فيها روح حلوة جدا، وذلك علاش لقى نجاح كبير مع الناس. ومو بس كذا، فمشاركة ظافر بالمسلسل ما رح تكون مشاركة عادية، ولكن بعد انتظار طويل الناس أخيراً رح تستمتع بثنائيته مع هند صبري اللي بتربط فيها علاقة صداقة قوية وأعمال كثيرة جمعتهم سوا، خلت الكيمستري بينهم بالبحث عن علته تحصيل حاصل. أنا كريم عبد. هلا عبد الصبور، ده أتراكتف جداً بس ولا الهوى. وأيضاً ظافر كان استغل كل فرصة إعلامية ليعبر عن مدى سعادته بإعادة التجربة مع هند. احنا عنا صديقة من قبل واشتغلنا في تونس مع بعض من قبل، والآن طبعا في بعد تجربة ممكن الخامسة فما علاقة مبنية اللي تسهل يعني العمل مع بعض، والكيمستري موجودة طبعا، وحس كما قلت كانت موجودة في المسلسلات السابقة، وحس انه ايضا موجودة ايضا في البحث عن علا. هي هند هي عندها الايدنتيتي متاعها، عندها رؤيتها، عندها الفيجن متاعها، عندها طريقها، عندها اختياراتها وشدة فيهم، وذلك اللي خليها توصل للمكان اللي هي فيه. ما شاء الله عليها، شاركت في مهرجانات كبيرة في فينيس، في برلين، في يعني فبالعكس هي من يعني قامة بصراحة. يلا ويبدو أن سعادة ظافر العابدين بالمشاركة بعمل درامي مثل البحث عن علا 2 شجعه على العودة للدراما من بعد غياب بسبب انشغاله بأعماله السينمائية الخاصة، فهو حالياً يحضر لمسلسل لرمضان 2025 بعنوان سكة السلام، وأيضاً حاضر في عمل آخر درامي إن شاء الله مصري. ولكن قبل المباشرة بالعمل الدرامي الجديد فهو مشغول بتسويق فيلمه الثالث صوفيا اللي يتميز بمشاركة ممثلين مهمين ومميزين من تونس وبريطانيا، منهم الممثل التونسي الألماني قيس الستي اللي قدم أعمال ناجحة على منصة نتفليكس من بينها فيلم Blood Red Sky، والممثلة الأسبانية الشهيرة ذات الأصول التونسية هبة عبوك، بالإضافة للممثلة البريطانية جيسيكا براون فيدلي والممثل البريطاني أليكس ماكوين اللي برز بأعمال مثل مسلسل بيكي بلاندرز وغيره. فيلم تونسي بريطاني باللغة التونسية وباللغة الإنجليزية. من تونس فما قيس ستي اللي هو ممثل تونس بشتغل برشا في ألمانيا، هبة عبود اللي أيضا ممثلة تونسية وشغلت كتير في إسبانيا. من إنجلترا فما جيسيكا براون فيندلي ممثلة أيضا بريطانية مهمة، وأليكس ماكوين، والعديد من نجوم أخرين من تونس ومن بريطانيا. إن شاء الله شخصيتي أنا بشكون شخصيتي هشام، إن شاء الله هشام يشبه لي برشا في الشكل. ولظافر أدوار أخرى غير البطولة بفيلم صوفيا، فنص الفيلم راح يكون ثالث نص سينمائي من كتابته وإخراجه. والمميز بالموضوع أنه فيلم صوفيا كان كتب ظافر عام 2012 قبل أفلام غدوة وإلى ابني، لأن لاقى الظروف كانت أفضل من قبل أن يقدمها المشروع. فرحان أني الآن رجعت له لأنه مناسب جدا لوقتنا هذا. في الأول لما كتبته ما كانتش ظروف الإنتاجية متاحة، لأنه فيلم كبير شوية محتاج يعني ظروف إنتاجية معينة. الحمد لله الآن الظروف هذه متاحة، وإن شاء الله الناس تشوف حاجة مختلفة وحاجة جديدة إن شاء الله. تجربة ثالثة بالنسبة لي، تجربة مختلفة، إطار اجتماعي لكن في نفس الوقت تشويقي وأكشن. ومع توفر الإمكانيات الإنتاجية المناسبة لفيلم صوفيا، صرح ظافر لسينماتيك عن خطة تنفيذ الفيلم. التصوير 14 سبتمبر أول يوم تصوير، حذرنا لمدة 6 أسابيع في تونس، التحضير 6 أسابيع تصوير في تونس، وبعد ننتقلوا مرحلة تصوير في بريطانيا إن شاء الله في لندن. تقنيين 90% منهم توانسة، مدير التصوير من جنوب أفريقيا، لكن الفريق عامة هو فريق تونسي. واحنا نتمنى لك التوفيق. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. في أمان الله.